الشكر والتقدير والترحاب لجميع الحاضرين سواء من فيديو المسجد الوطني او الجهوي او الاخر، ثم ترحب يعني بجميع الوفود اللي رافقت هذا الشواطئ لان الاساسيين في العمل الاجتماعي. وكما تعلمون هذا العمل هذا اللي كتقوم به الاجتماعي سواء هو عمل إداري في الاعتناء بنساء ورجال التعليم، هذا هو الهدف الأساسي، الاعتناء أولا وأخيرا بنساء ورجال التعليم، وهذا من بعد تنحيي العمل الذي تقوم به سواء تعلم أمام الصورة أو خارج الصورة، دونك هذا العمل هذا جبار بإمكانه أن أتمنه وأشجعه، هذا رقم واحد، رقم جوج نفس الشيء لاحظنا أنا فرح نشيط جدا فرح ممتاز ومازال على انه عنده برامج اخرى وهذه البرامج الاخرى كنتخدم شخصيا باش ننجحها معه ولو من بعيد لان كتعرفوا المساله ديال التمويل مازال المرحله الثانيه جاي للنادي النادي رجال التعليم رجال النساء ورجال التعليم خصو واحد النظر اللي هو اساسي واحد كروس رقم كبير وفي هذا الاطار هذا نفس السيد الرئيس جينا السلطة التكوينية باش تدخل ضمن المبادرات اللي كتشجع العمل في الفترة المراجعة عندنا وعد بأنه سيتم تكوين وتكوينة هذا المشروع.